قضية التعيينات. التعيينات يا سيدي، أنا بعارض أخونا حسن. ممكن الإدارة العامة طرحوا الأسس، احنا بنعرف أنه في لجنة عليا للتعيينات، لكن أقول لك باقي التعيينات فيها تنفيعات وفيها محاصصة ولم تخضع للأسس. خلينا منطقيين، ولم تخضع للأسس، إرضاء لفلان وعلنتان. وهذا إذا يعني أنا بحكي لك، إذا استمرت التنفيعات وخصوصاً لأعضاء مجلس النواب هذه جريمة كبرى، لأنه النائب إذا أخذ تنفيعات مش راح يطلع يقدر يعدل أي قرار أو يأخذ دوره الرقابي والتشريعي. أنا خلينا منطقيين، خلينا أنا تنفيعات. أنا بحكي لك هلا رئيس ديوان خدمة المدنية، أنت بتعرف خضع لأسس، إجا من برا صح ولا لا؟ والباقيين انت بتعرف كيف اجا، يعني ما فيش يعني منافسي، ما فيش، ما خضعوا الامتحان. فاحنا بنطلب من دولة الرزاز انه يعني من هنا ورايح او اذا في تعيينات يطبق العدالي والاسس، وفي لجنة تعيينات عليا مقابلات زي المهندسة بتعرف، انا بعرف انها خضعت واخر شيء صفوا لسبعة.